بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. معاكم مهندس اشرف رمضان. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الهاندلنج اوف الانسرتينيتي. تمام، الانسرتينيتي هاندلنج ابروشز. في عندي 3 ابروشز انا بتعامل معاهم. اول ابروش اللي هي البروباليستيك ابروش، رقم 2 بوسيبليستيك ابروش، رقم 3 الهايبريد probabilistic and possibilistic approaches. طبعا في الشغل بتاعنا بنتعامل مع probabilistic approaches، هي بتديني more accurate result. تمام، فانا بستخدم احدى الطرق اللي هي بنسميها probabilistic approaches. بنستخدم رقم 1 المونتي كارلو simulation. تمام، رقم 1 المونتي كارلو سيميليشن بنسميها MCS، هتيجي في الشرح MCS مونتي كارلو سيميليشن. رقم 2 يا شباب بنستخدم السيناريو بيزد اناليسيس، بنسميها SPA. تمام، سيناريو بيزد اناليسيس. رقم 3 بنستخدم البوينت استيميت ميثود، بنسميها BEM. يبقى انا لو سألتك دلوقتي الهاندلنج اوف انسرتينيتي او الانسرتينيتي هاندلنج ابروشز، كام ابروش؟ في عندي 3 ابروش: probabilistic approaches, possibilistic approaches والهايبريد probabilistic possibilistic approaches. طبعا البروباليستيك ابروشز ديفيدد تو 3 سيكشن. انا بقدر اعمل بروباليستيك ابروشز بثلاث طرق يا شباب، يا اما المونتي كارلو سيميوليشن MCS، او السيناريو بيزد اناليسيس SPA، او البوينت استيميت ميثود BEM. هناخد فكره مبسطه يا شباب عن المونتي كارلو سيميوليشن. زي ما احنا قلنا المونتي كارلو سيميوليشن بنسميها MCS. تمام، simulation method دي very common method، دي طريقة كل الناس المفروض في الجزء الخاص بالuncertainty، الناس اللي بتدرس uncertainty بتبقى عارفة المونتي كارلو simulation for handling الباور سيستم. الناس بتعامل، يبقى is a very common method for handling الباور سيستم uncertain parameter. يبقى انا عشان اتعامل مع uncertain parameter في الباور سيستم لازم رقم 1 ابقى عارف الطريقه اللي بنسميها ايه، مونتي كارلو سيميوليشن. طبعا في المونتي كارلو سيميوليشن احنا اسيوم ذات ان الانبوت والاوتبوت ريليشن وفي الباور سيستم بتتمثل بالشكل ده، واي بتساوي فانكشن في الاكس والزد، واي فانكشن في الاكس والزد. طيب ايه هي الاكس دي؟ طبعا الاكس ريبريزنت السيت اوف انسرتن انبوت بارامتر، يبقى الاكس هي الانسرتن. تمام، input parameter، يبقى الـ X لو سألتك عليها هي ايه؟ الـ uncertain input parameter. طب زي ايه uncertain input parameter؟ خدناهم في المحاضرات اللي فاتت، loads او demand load، generated power من الـ wind، generated power من السولر، وايه كمان؟ والـ electricity price، والناس لو فاكرة charging و discharging of electrical vehicle. تمام؟ يبقى وكمان الديسيجن، تمام، اللي بياخدها الاونرز، ده كله احنا بنسميه uncertain input. تمام، بارامتر. يبقى الاكس هي مين يا شباب؟ uncertain input parameters. تمام، طيب الزد دي بتمثل ايه؟ الزد دي اللي هي ايه؟ تمام، دي represent a set of decision variables such as اللوكيشن اوف الديستريبيوتد جنريشن يونت. تمام، يبقى انا بقدر اخد ديسيجن بحط اماكن للديستريبيوتد جنريشن، يعني احط مكان محطه طاقه شمسيه او محطه الرياح فين، ده خاص بمجموعه ديسيجن فاريبل من احدها اللوكيشن يا شباب، اللوكيشن. يبقى احنا هنا الاكس هي الانسرتين انبوت بارامتر، الزد دي عبارة عن set of decision variables such as the location of distributed generation unit. طيب ال y هي مين؟ ده ال output of the system. طب ايه ال output بتاعنا؟ احنا خدنا شوية حاجات يا شباب زي ال power loss minimization وال voltage stability والكلام ده. يبقى انا بدرس علاقة ال power losses، تمام، اللي هي ال y مثلا،
او الريلابيلتي متريك تمام، او النت بريزنت فاليو تمام، ده كله اللي هي واي. هناخد مثال، انا لو عندي الباور لوسز بي، يبقى البي او الباور لوسز ده عباره عن فانكشن في مثلا الديماند لود اللي هو او اللود ديماند او الجنريتد باور اوف الويند او الجنريتد باور من مين؟ من السولار سيستم تمام. والزد هي اللي احنا بنسميها الديسيجن فاريبل، القرارات اللي بتتاخد اقدر احدد منها مثلا اللوكيشن وممكن احدد منها السايز كمان. يبقى انا من المونتي كارلو بعمل علاقه واي بتساوي فانكشن اوف اكس وزد. يبقى المونتي كارلو سيميوليشن ببساطه يا شباب دي فيري كومن ميثود بتهاندل مين؟ الباور سيستم انسرتن بارامتر. يبقى ايه فايده المونتي كارلو سيميوليشن؟ دي عباره عن طريقه بتتعامل مع الانسرتن بارامتر. طب ايه هي الانسرتن بارامترز عندي في شغل الباور؟ زي اللود ديماند ده متغير تمام، الجنريتد باور اوف الويند ده متغير تمام، السولار بي في جنريتورز ده الجنريتد باور بتاعتها متغيره، الالكتريسيتي برايس ده متغير، الديسيجن اوف ديستريبيوتد جنريشن تمام ده متغير. ده كله بيبقى علاقة في اللي هو احنا بنعبر عنه هنا بالاكس، وبيبقى عندي الزد دي بتمثل الديسيجن فاريبل زي اللوكيشن الخاص بالديستريبيوتد جنريشن. الاتنين دول كفانكشن بيدوني علاقة اللي هي الواي، وانا الواي دي اقدر اقول عليها هي الباور لوسز او الفولتج ستابيليتي اندكس او الريلابيليتي ماتريكس او النت بريزنت فاليو. النوع الثاني لو احنا فاكرين، يبقى انا في عندي مونتي كارلو سيميوليشن، السيناريو بيز سيميوليشن، السيناريو بيز سيميوليشن طبعا بنسميها اس بي اي، دي عباره عن انذر كومن استراتيجي فور ديلينج ويز الانسرتينيتي بارامتر. يبقى برضو هي تمام استراتيجيه بقدر اتعامل مع الانسرتينيتي بارامترز، الانسرتينيتي بارامترز من خلال استراتيجيه بنسميها السيناريو بيز. طيب في الابروش دي بيحصل ايه؟ في عند البروبابيلتي دينستي فانكشن كيرف، باخد الكيرف بتاع البروبابيلتي دينستي فانكشن تمام، وبعمل له تقطيع سب ديفايدد انتو نمبر اوف ريجونز، بقطع البروبابيلتي دينستي فانكشن لاجزاء، وبعد كده بستخدم البروبابيلتي دينستي فانكشن تمام اللي بتقع في الانسرتن فاليبل each region is calculated. يعني طبعا بحسب البي دي اف لكل حته، يعني انا بعمل سيكشن صغيره من البروبابيلتي دينستي فانكشن وباخد كل السيكشنز دي تمام، وبعمل لها عمليه تجميع وبجمع ازاي، ان انا بفرض ان انا عندي نمبر اوف سيناريوز، عندي السيناريوهات من اي بتساوي 1 لحد سيناريو يساوي كي، بشوف البروباليستكس او البروبابيلتيز الاحتمالات بتاعتي اللي هي probability 1 و 2 و 3 لحد k، بضربها في قيم ال x طبعا اللي هي ال value of ال uncertain parameter في الريجون اللي انا بشتغل عليها. طبعا كل ما يكون it must be noted here that higher number of scenario increased the accuracy of achieved result. كل الفكره باخد الكيرف بتاع البروبابيلتي دينستي فانكشن بقطعه لسكشن يا شباب، بضرب كل سكشن في البروبابيلتي بتاعته تمام، واعمل سميشن، اعمل سميشن للكلام ده كله بيطلع لي الخارج بتاعي الواي. وزي ما قلنا الواي ممكن تكون مثلا الباور لوسز. بعد كده في عندي الباور استيميت ميثود او بنسميها البي اي ام، ده الطريقه الثالثه. البوينت استيميت ميثود، البوينت استيميت ميثود دي بتبقى طبعا يوزد فور ديلينج ويز الانسرتينيتي بارامتر ان الالكتريكال سيستم، دي طريقه بستخدمها برضو زي الثلاثه الاثنين اللي فاتوا. باتت وورك بيزد اون المومنتس، دي بتشتغل على المومنتس اوف انسرتينيتي انبوت بارامتر اند كاركترايز الاوتبوت فاريبل از ا جاوسيان بروبابيلتي دينستي فانكشن، دي بتشتغل على المومنت او بتشتغل على العزوم الخاصه، المومنتس الخاصه بالبروبابيلتي دينستي فانكشن، وبيبقى الكاركترستكس بتاعتها ديبند على الجاوسيان بروبابيلتي دينستي فانكشن. وبالتالي انا في الفيديو ده اديت لك معلومات عن الهاندلنج اوف الانسرتينيتي او الانسرتينيتي هاندلنج ابروشز، وقلنا هي
بروباليستيك بوسيبليستيك والهايبريد. البروباليستيك درسناها بالتفصيل اللي هي المونتي كارلو سيميوليشن ام سي اس والسيناريو بيزد سيميوليشن والبوينت استيميت ميثود. شفنا المونتي كارلو سيميوليشن اللي احنا بنسميها ام سي اس دي كومن ميثود هاندلنج الباور سيستم انسرتن بارامتر. هنا بنفترض ان انا شكل المعادله بتاعتي واي بتساوي فانكشن اف اكس وواي. طبعا الواي هي الباور لوس او ريلابيليتي متريك او النت بريزنت فاليو. الفاليو بتاعتي عباره عن فانكشن في الانسرتن انبوت بارامتر زي اللود ديماند والجنريتد باور من الويند والجنريتد باور من السولار والزد اللي هي ديسيجن فاريبل ساتش از اللوكيشن بتاع الدي جي وممكن السايز بتاع الدي جي. الطريقه الثانيه السيناريو بيزد اناليسيس. السيناريو بيزد اناليسيس دي برضو طريقه بتعامل فيها مع الانسرتينيتي بارامترز. لو انا عندي احتمالات للاي الاي دي بتتغير من واحد الى كي دي البروبرتيز تمام بضرب البروبرتيز في السكشن بتاعها اللي هو الاكس واجمع يطلع لي الاوتبوت. كل ما يكون عدد السكشنز اللي انا مقسم عليها في السيناريو بيز ده اكتر كل ما يكون من واحد لكي ده رقم كبير ده بيبقى افضل وبيديني اكيوريت تمام ريزلت. بعد كده الطريقة التالتة اللي هي البوينت استيميت ميثود دي بتستخدم الجاوسيان probability density function وبتعتمد على المومنتس. وبكده احنا هنكون خلصنا الهاندلنج اوف الانسرتينيتي واشوفكم في فيديوهات قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.